والله أنا من مواطني دولة الإمارات ومن إمارة دبي وتحديدا مولود في منطقة الحمرية، درست في مدارس الحكومية في الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأذكر اسم المدرسة الثانوية دبي. بعد ما تخرجنا من ثانوية دبي التحقنا بأكاديمية شرطة دبي سنة 95، وتخرجت في سنة 99. وبعد التخرج انضميت إلى دورة التدريب لمدة سنة تحت مظلة وزارة العدل، وبعد سنة تقريبا في أواخر 2000 في أواخر 2000 أو بدايات 2001 قويت كمحامي مشتغل جذب المحامين المشتغلين، ومن ثم مباشرة أسست مكتبي في إمارة دبي. وبدأنا ككل البدايات، دائما تكون البداية صعبة، وبدأنا في خضم هذه الدعاوى والمنازعات. وطوال الفترة هذه اكتسبنا خبرة لا بأس بها، أو أقدر أقول خبرة متواضعة في كافة الدعاوى المختلفة. ولكن بعد مرور عدة سنوات من بدايتي بدأت أتخصص في مجال الدعاوى التجارية. وقبل ما أكمل الموضوع هذا في بخصوص الدراسة، بعد ما أكملنا الدراسة الجامعية في أكاديمية شرطة دبي استمريت في إكمال الدراسات العليا، ولكن توقفت فترة لممارسة المهنة نظرا لانشغالي، فتوقفت الدراسة شوية، ومن ثم بعدين رجعنا كملنا. حاليا أنا حضر في رسالة الدكتوراه. بالنسبة لمسألة نشاط المكتب وممارستي للمهنة، هذه هي مهنة كما تسمى مهنة المتاعب، لأن نحن نشوف أنماط كثيرة وأنواع مختلفة من البشر والناس، كل على حسب فكرة وثقافته ومستوى التعليمي، وبالتالي ما نقدر نحن يعني نتعامل معهم على مستوى واحد، هنا تكون الصعوبة. فالمهم يعني قدرنا نحن نمشي في هذا الموضوع واستمرينا حتى تخصصنا. أنا حاليا متخصص في قضايا التجارية والمدنية، ولكن عندنا إدارات مختلفة في المكتب. نحن اختصاصنا الله يسلمكم مثل ما أشرت، أنا اختصاصي أنا كشخص
مختص بقضايا التجارية والمدنية، ولكن طبعا لحاجة الموكلين والمتقاضين لأكثر من نوع من القضايا. يعني ممكن نحن تمسك شخص عنده دعوة أحوال شخصية وعنده دعوة تجارية، فبالتالي إرضاء لرغبات الموكلين فقمنا فتحنا أكثر من إدارة داخل المكتب وأكثر من قسم متخصص بمختلف أنواع التخصصات. مثلا عندنا إدارة كاملة مختصة بالقضايا الجنائية، وعندنا إدارة مختصة بقسم الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، وعندنا أكثر من محامي مترافع أمام المحاكم المحلية والاتحادية. فلهذا شكلنا مثل ما يقولون عدة مكاتب في مكتب واحد إرضاء لرغبات الموكلين والمتقاضين. ومع ازدياد الحاجة للتواصل مع موكليننا من خارج إمارة دبي افتتحنا فرعنا في إمارة الشارقة، وحاليا بصدد افتتاح فرعنا اللي في إمارة أبوظبي وإمارة الفجيرة، قيد الدراسة حاليا. وكل ذلك علشان نحن نكون قريبين من الموكلين تمهيدا لإعطاهم الخدمة المناسبة والسهلة بأقصر الطرق وأفضل الطرق. بالنسبة لهذا الموضوع نحن بالذات قسم القضايا الجنائية أو الجزائية، حقيقة نحن نمشي على مبدأ في هذا الخصوص لخصوصية الدعاوى الجنائية. نحن وضعنا مبدأ نمشي عليه ويمشي عليه كل شخص ينضم إلينا، أن نحن ناخذ القضايا اللي هي اللي نحن نشوف أن فيها المتهم بريء، سواء كانت من قبل الأدلة أو من قبل أقواله هو. فإذا ثبت لدينا من البداية أن هذا الشخص مذنب فحقيقة نحن نمتنع عن أخذ القضية الجزائية. ولهذا السبب هذا المبدأ نحن عملنا فيه في هذا القسم، ليه؟ لأن هي القضايا الجنائية شوية حساسة بالنسبة لنا نحن وللشخص نفسه، وفيها أمور حساسة بالنسبة للمحامي أيضا. ولهذا السبب نحن نكون حريصين في هذه المسألة أن نحن نأخذ القضية اللي نحن نشوف أن فيها المتهم على حق واللي هو متمسك بأنه على حق وغير مذنب. أود الإشارة إلى أن القوانين العقابية هي قوانين غير جامدة، بمعنى أن فيها من المواد ما تعطي الفرصة لهذا الشخص في مثل حالاته أن تراعي ظروفه وفقا لملابسات القضية نفسها. فبالإمكان، لأن المحكمة لها سلطة تقديرية، ممكن ما تعاقب هذا الشخص بالحبس إذا رأت من الظروف أنه غير قاصد أو من الظروف أنه كان مجبر أو إلى آخره، فممكن تراعي في هذه الحالة. في هذه الحالة نحن نمسك قضية هذا الشخص في محاولة من مساعدته للحصول على الحكم مناسب ومخفف وفقا لظروفه، والقوانين تساعد والمحكمة لها سلطة تقديرية في هذا الأمر. والله بصراحة مرت علينا حالات حقيقة تبين لنا أن الشخص مظلوم في أكثر من قضية، وأنا شخصيا أخذت معظم هذه القضايا بالمجان وبدون مقابل مراعاة لحالته. نحن علينا دور كمحامي، بس مش دور مهني فقط، في دور إنساني. نحن لازم نساعد المجتمع هذا. كيف تساعد؟ بتساعد الأفراد. في نوع من التضامن الاجتماعي مفروض يكون ما بين المحامين وغير المحامين في محاولة حل مشاكل المجتمع. لنا دور إنساني في هذا الموضوع، وأنا أشوف وناشد حتى الزملاء أن يعني يمشون هذا الممشى، وفي منهم كثير أيضا في هذا الموضوع. وأنا حقا في كثير من القضايا أخذتها بدون مقابل حقا. ليه؟ لأني شفت أن الشخص هذا مظلوم ويجب أن يقف من يستطيع أن يقدم الدفاع بالطريقة الصحيحة للمحكمة. وفي بالفعل يعني ونجحنا في كثير من هذه القضايا، وأنا أكون سعيد جدا عند حصول هذه الأحكام بالبراءة، أكون جدا سعيد، مع أني أنا ما أخذت أي أتعاب. بل بالعكس، في بعض الدعاوى سواء كانت الجنائية، في بعض الدعاوى أحوال الشخصية أو غيرها، كان الشخص معدم ما قادر يدفع رسوم المحاكم أو رسوم الدعوة. بصراحة شديدة نحن قمنا دفعنا الرسوم من جهتنا الخاصة، ليش؟ إيمانا منا بعدالة قضيته، وبالفعل كسبنا القضية. وأنا أكون جدا سعيد جدا في هاي الحالات حقيقة. ليه؟ لأن تحس نفسك أنت قدمت شيء لفرد هو جزء من هذا المجتمع، حققت واجبك والتزامك على المحامي، التزام أيضا في مواجهة المجتمع، محاولة يعني حل المشاكل اللي يقعون فيها هؤلاء الأشخاص. فمش الجانب بس الجانب التجاري، لا، في جانب إنساني لازم نراعيه إحنا يعني. والله حقيقة نحن وجودنا في إمارة دبي، دولة الإمارات، وإمارة دبي ومركز تجاري مش بس في الدولة، في المنطقة ككل.
وتعرف كل الاستثمارات الأجنبية مركزة في دولة الإمارات. طبعا تركزهم في دولة الإمارات مو من فراغ أو نظرة عشوائية، بل بناء على مقومات. فالدولة لها مقومات، سواء كان الأمن العادي، أمن الفكري، أمن الاجتماعي، أمن الاقتصادي، أمن التشريعي، أمن القضاء القانوني. فصاحب المال أو رأس المال عندما يرسل المال إلى مكان ما، يجب أن يكون المال هذا محاط بضمانات. فشافوا أنه ما في المنطقة هذه أكثر من دولة الإمارات، وبالذات إمارة دبي، لوضع الاستثمار الصحيح والمناسب. فشفنا نحن من واقع وجودنا وممارستنا المهنة هذه وجود زخم من المنازعات المالية والدعاوى، وبالتالي نحن شفنا نفسنا سبحان الله متفوقين أو يعني موفقين في هذا المجال، ممكن نقول وللحمد لله الحمد، يعني حققنا نجاحات وإرضاء للمتقاضين والموكلين، وهذا هو الهدف الأول والأخير بالنسبة لمكتب المحاماة، أن يحقق هدف المتقاضي في الحصول على حقه والوصول إلى هذا الحق بأقصر الطرق. قد يكون الشخص يرى حقه ولكن لا يرى الطريق السهل اليسير للوصول لهذا الحق. فنحن من مواقع خبرتنا وخدماتنا القانونية نوجهه ونحاول أن نأخذ بيده الوصول إلى هذا الحق بأقصر الطرق. والله نحن من البداية وحتى الآن عندنا قواعد أساسية وضعناها، مثل النبراس المفترض يمشون عليه الموظفين والمستشارين القانونيين والمحامين، أن نحاول نحقق هدف الموكل ولكن بالطريقة الصحيحة والطريق الأسهل. قد تصل إلى حقك ولكن بعد طريق مضني وشاق، فنحن نوجهه للطريق الأنسب والأسهل للوصول إلى هذا الحق. فنحن أخذنا هذه القواعد كنبراس لنا نحن نمهد للموكلين للوصول إلى حقهم، دون ما نظر إلى الجانب المادي. صحيح الجانب المادي مهم للمكتب المحاماة، ولكن الأهم أن يحصل الشخص على العدالة، سواء العدالة الجنائية أو حتى العدالة المدنية اللي هي متمثلة في الحصول على الحق المراد. حقيقة نحن نظرتنا هي نظرة جزء من النظرة العامة لإمارة دبي ودولة الإمارات، التي ترى نفسها مركز للاستثمارات الأجنبية. الجميع من كل دول العالم مركزين على دولة الإمارات باعتبارها المنطقة الخصبة للاستثمارات هذه. ونحن نرى أيضا أن نحن نواكب هذه النظرة، نرى أن نكون على عن قرب ومع المستثمرين يدا بيد، محاولة للوصول إلى الطريق الصحيح للاستثمار من قبلهم بطريقة قانونية ونظرة شمولية قانونية تستطيع أن تصل بهم إلى الهدف المنشود. والحقيقة أنا أوجه الشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامهم المستمر الغير منقطع بخصوص مراعاة المستثمرين بالتشريعات القانونية المتجددة بما يواكب النظرة المستقبلية التي ينظر إليها القادة. ساعات صعبة جدا وساعات عمل طويلة حقيقة، بدأناها من زمان وما زلت مستمر عليها. حقيقة مثل ما تفضلت، مسألة كتابة المذكرات والدفوع مسألة شاقة جدا، فأنا بدأتها وما زلت مستمر عليها، ولكنها تأخذ وقت كبير جدا من وقت المحامي. الوقت المحامي هو مقسم ما بين الدعاوى والمرافعة ومقابلة الموكلين، بالإضافة إلى عدة أمور أخرى تتعلق بهذا الاتجاه. ولكن مسألة كتابة المذكرات هي مسألة جدا صعبة وتحتاج إلى وقت وجهد ودقة، وبصراحة عملية البحث هي تأخذ جانب كبير من كتابة المذكرات. قد تكون كتابة المذكرات خلال ساعة أو ساعتين، ولكن البحث يستمر ويتواصل لعدة أيام أو عدة أسابيع للبحث عن نقطة قانونية أو مبدأ ما أو حكم ما في جزئية معينة. وأنا أذكر في دعوة من الدعاوى، كان من الدعاوى صعبة جدا، ولكن سبحان الله أثناء قراءتي المعتادة لبعض الكتب اللي فيها الأحكام، وبالصدفة الشديدة وجاءت حكم
يناسب أو يدعم موقفنا في هذه القضية. وبالفعل مباشرة أخذنا الحكم ووضعناه وكسبنا القضية. أي ولكن لهذا السبب يعني مسألة البحث والقراءة تأخذ وقت أكثر من كتابة المذكرة، ولكنهم متواصلين مع بعض ومتلازمين، يعني لازم يكونوا متلازمين مع بعض، لازم وحتما ولا بد. والله حاليا نحن في نعمة وأمان، مثل ما يقولون نحسد عليه من بعض الدول حقيقة. يعني هي نعمة الأمن والأمان، هي مش وليدة اللحظة أو هي خبطة عشوائية، بل هي نتاج مجهود بذل وما زال يبذل من قبل القيادة الرشيدة، والتي ما قصرت والله من جميع النواحي، سواء من رئيس الدولة ونائبه الكريم وأولياء العهود، والله وجميع الجهات ذات الصلة والمختصة ما قصرت، لأن مسألة تنظيم 200 جنسية في مكان واحد أشبه بالمستحيل، ولكن عودونا الله يطول في أعمارهم أن يخلوا المستحيل ممكن. ولهذا السبب الجماعة كلهم، يعني تشوف الشخص ممكن يمشي في أي إمارة، في أي شارع، في أي وقت من ليل أو نهار بدون خوف وبأمان كامل، في حين أن أقوى الدول أو أكثرها تطورا من الدول الأخرى ما فيها هذه الميزة. وبالإضافة إلى أن بالإضافة إلى هذا مشكلة أيضا، الدولة ما قصرت في مجال آخر، أن ناحية التطور القضائي بمواكب عقليات الجنسيات الموجودة، عملت محاكم متخصصة، عملت مراكز مالية عالمية، بحيث أن إذا كان يرغب الشخص من جنسية أخرى أن يطبق قانونه، بإمكانه أن يطبق قانون في محكمة بداخل الدولة، مثل مركز دبي المالي العالمي، بإمكان الشركات الاتفاق على تطبيق قوانينها الأجنبية، ولا مانع من ذلك، ويصدر الحكم وينفذ عن طريق الدولة. فبصراحة شديدة نعمة الأمن والأمان هذه من النعم اللي نحمد عليها رب العالمين كل يوم حقيقة، وكلها جت نتيجة جهود جبارة من القيادة الرشيدة، ونحن نشكرهم على ذلك. والله نحن نشكرهم شكر يعني ما نقدر نقول، ما نعطي حدود لهذا الشكر حقيقة، على إرسائهم مفاهيم التسامح والقيم الطيبة في نفوس المواطنين، حتى أصبحوا يعني أمثلة تضرب في جميع المجالات حقيقة، وأصبحوا حتى المقيمين يحملون ذات المفاهيم، فبالتالي نعيش في مجتمع ولله الحمد مثال للتسامح اللي أرساه المرحوم أبونا الشيخ زايد الله يرحمه، ومشوا عليه أبنائه الكرام، وما أقول غير شكرا للقادة. والله بطاقة شكر للوالد والوالدة والزوجة والأبناء والأسرة الكريمة حقيقة، الجميع ما قصر يعني في دعم وتشجيعي حقيقة، وما زالوا مستمرين في هذا الموضوع، وأنا أشكرهم وأتمنى إن شاء الله نكون عن حسن ظنهم بإذن الله.